يعني رجل يمنع أولاده من زيارة أخوالهم لأن عندهم بعض العادات السيئة، إذا كان لو كانوا كفارا ما جاز له أن يمنعه منهم، لأن هذه أرحام، هذه أرحام ويجب وصل الأرحام حتى لو كانوا كفارا، فكيف إذا كانوا مسلمين؟ وأما دعوة أنه عندهم بعض العادات السيئة، لا يخلو المجتمع من عادات سيئة، في الوظيفة عند زملاء عمل سيئين، في الديوانية عند جيران سيئين، بل بالمسجد أحيانا قد يكون رجل سيء أو كذا في أخلاقه، هذا لا يعني أن يمنع من زيارة أخواله بهذه الحجة، إلا إذا كانوا شياطين، يعني من يأتونهم تفضل اشربوا خمر، أكل ربا، حطوا لهم خنزير، يعني سيئين، يعني بكل ما في الكلمة شياطين، يعني غير مصفدة، يعني إذا كانوا كذلك نعم.